السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات وولد سبورتس على قناة الأهلي. كل يوم جمعة بنكون مع حضراتكم من الساعة 5 وحتى الساعة 6:30. طبعا أحداث كتيرة جدا في الأسبوع الماضي، نتكلم على أبرز الأحداث اللي حصلت وإيه سبب اختفاء محمد صلاح، وليه محمد صلاح بعد عن مواقع التواصل الاجتماعي مرة واحدة. لقينا محمد صلاح قافل الفيسبوك، قافل الانستجرام، وايضا قافل التويتر، وقبليهم على طول كان عامل تويته غريبه جدا. هنعرف ايه هو سبب اختفاء محمد صلاح وايه اسباب ظهوره مره تانية على الساحه. طبعا الخبر المحزن جدا اللي كان يعني في كل وسائل الصحافه والاعلام، وهو اختفاء صلاح اللاعب المنتقل من نونت الى نادي كارديف سيتي، واختفاء الطائره وتوقف فريق البحث رسميا اليوم عن البحث عن الطائرة. وأعتقد أنه خلاص يعني الخبر الحزين اللي كل الناس ما كانتش حابة أنها تسمعه خلاص بات قريبا أنه هو يكون رسميا، أن صالة خلاص تم فقده وما فيش أي تواصل ما بين فريق البحث وبين طائرة صالة المفقودة، ما بين طبعا فرنسا وما بين إنجلترا. كأس أمم أسيا بطولة قوية جدا، منتخب اليابان بيصعد إلى دور قبل النهائي ومع المنتخب الإيراني، ومنتخب قطر بيفوز على كوريا الشمالية. تبقى مباراة واحدة فقط في دور الثمانية ما بين المنتخب الإماراتي ومنتخب أستراليا. أكيد كلنا نتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي العربي الشقيق. طبعا هنتكلم على كاس انجلترا النهارده ان شاء الله، هيكون معنا مباراه مهمه جدا الساعه 11 الى 5 بتوقيت القاهره في كاس الاتحاد الانجليزي ما بين مانشستر يونايتد وارسنال، في مباراه قويه جدا جدا واعتقد من اللقاءات الصعبه جدا لسولشاير المدير الفني النرويجي المؤقت لفريق مانشستر يونايتد. ايضا كمان في كاس كاراباو او كاس الرابطه، تشيلسي بيتفوق على توتنهام بركلات الترجيح وبيصعد للمباراة النهائية علشان يلاقي فريق مانشستر سيتي. أيضا في مفاجآت الكاس، إشبيلية بيتفوق في اللقاء الأول أمام برشلونة على ملعبه وسط جمهوره على ملعب إشبيلية 2-0 في انتظار الأسبوع القادم علشان يتم الحسم رسميا. هل برشلونة هيخرج أمام إشبيلية ولا إشبيلية هينجح في التفوق ويحافظ على فارق الأهداف ما بينه وما بين فريق برشلونة ويصعد ويعمل مفاجأة؟ طبعا ريال مدريد صعد بكل سهولة، ما كانش عنده أي صعوبة أمام ليجانيس في مشواره في بطولة الكاس. وأكيد هنتكلم على أخبار كتيرة جدا معانا، وكل أسبوع دوري أبطال أوروبا بيقرب جدا جدا جدا. طبعا بكرة وبعده مفيش دوري إنجليزي، هيكون في كاس الاتحاد الإنجليزي علشان يستأنف الدوري الإنجليزي يوم الثلاث والأربع القادمين إن شاء الله. هنتكلم معاكم في كل الأحداث وكل الأخبار وأخبار محترفين المصريين زي ما حضراتكم متعودين، لكن هنروح لفصل سريع ونرجع نكمل معاكم في وولد سبورتس، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد في وولد سبورتس، وهنبدا مع حضراتكم الحلقه، ودايما هنبدا معاكم باللقاءات القادمه في الدوريات وايضا ترتيب الدوريات قبل المواجهات القادمه. طيب خلاص نبدا بالاخبار، خلاص نروح للصحف العالميه الاول قبل ما نروح لترتيب جداول المباريات والجولات القادمة علشان عندنا أسبوع قوي جدا. معنا لجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، وأول خبر موجود معنا هو طبعا بياتيك تم تقديمه في الميلان، وليوناردو يقول القميص رقم 9 يجب أن يتم اكتسابه. انتر بيبحث عن اتفاق في شهر يناير مع باريلا، وتم تقييم اللاعب ب 50 مليون يورو. وسيدريك سواريز أيضا ظهير مثل كانسيلو. ويوفنتوس يتابع مهدي بن عطية قريب من قطر، والبدائل كاسيرس وبرونوفيتش. كوريرو ديل سبورت، انتر ياخذ سيدريك ويصل من ساوثهامبتون والفحوصات الطبية اليوم. الاتفاق تم وإعارة مع خيار الشراء ب 11 مليون يورو، واستنافس مع فيرساليكو. لاتسيو يودع لوكاكو، سيذهب إلى نيوكاسل يونايتد، وكريستنسن بديل محتمل لمهدي بن عطية. طبعا ده لوكاكو، أخو لوكاكو اللي بيلعب لفريق مانشستر يونايتد. نروح لتوتو سبورت، برونو ألفيز ومارسيلو يمكن أن ينضم إلى رونالدو في يوفنتوس. المدافع البرتغالي قد يحل محل بن عطية الذي سيذهب إلى قطر
في حين أن البرازيلي هو صفقة تهم مديري البيانكوناري. وأخيرا دارميان ينضم للإنتر في يونيو وسيدريك سواريز قريب من التوقيع. هنروح من إيطاليا إلى أسبانيا ونشوف الصحف الأسبانية ماركا بتقول إيه. ريال مدريد يريد كأس الملك، ده بعد المباراة الأخيرة اللي راموس سجل هدفين وفينيسيوس يواصل الإبداع والتألق. موندو ديبورتيفو وجيل ديونج بعد التوقيع مع ديونج مقابل 90 مليون يورو بيتكلموا على الجيل القادم لبرشلونة هو جيل المستقبل، إن التعاقد مع ديونج هو ضمن الاستمرار في نهج وأسلوب برشلونة. هو عنده 21 سنة ومرشح ليكون أحد القادة في العقد المقبل برفقة آرثر وديمبلي. وسبورت الكاتالونية أسرار التعاقد مع ديونج. طبعا فرانكي أعرب في بداية الأمر عن شغفه باللعب البرشلونة لكنه طالب باللعب أساسيا، وباريس سان جيرمان سعى لإغراءه بعرض كبير. 16 يناير أعلن وكيل اللعب أن فرانكي اختار باريس سان جيرمان، لكن سفر بارتوميو رئيس برشلونة كان حاسما للصفقة. سبورت ديبورتي 80 مليون يورو. نادي فالنسيا يسعى لرفع الشرط الجزائي في عقد موهبته كانج أنلي لتجنب رحيله. نروح لصحيفة الأس. هذا مدريد الممتع بعد مباراة الكاس اللي كلنا تابعناها. راموس يسجل ثنائية ويحرز سابع ركلة جزاء على طريقة بانينكا. سولاري لا نستبعد راموس كرقم 9 مهاجم لأنه محارب. طبعا تصريح تعظيم فيه أكتر لراموس أكتر من أنه حقيقة. ومالكوم وكوتينيو في موضع الشك إثر انخفاض أسهمهم بعد مباراة كأس الملك. سكاي سبورتس، جودن يجتاز الاختبارات البدنية للانضمام لإنتر. جودن ده كابتن فريق منتخب أورجواي وكابتن نادي أتلتيكو مدريد. أخيرا الصحف الإنجليزية الميرور، ونبدأ بالميرور. السيد المتحفز ساري يحصل على مكافأته، وسولشاير يعتقد بأن سانشيز سيستمتع بالكراهية من جمهور أرسنال. ده بنتكلم على مباراة اليوم بين الفريقين اللي هتكون الساعة 11 إلى 5 بتوقيت القاهرة. والجارديان، تشيلسي يهزم توتنهام بركلات الترجيح ليضرب موعدا بالنهائي ضد مانشستر سيتي. واخيرا الصحف الالمانيه وعوده رويس بقوه، ذلك قبل عوده الدولي الالماني ماركو رويس للمشاركه مع بروسيا دورتموند امام هانوفر غدا السبت في اطار منافسات البوندسليغا. طيب ده كانت يعني احنا اتكلمنا على المانيا وقلنا ان ده اللي احنا اتكلمنا عليه، وقلنا ان مباراه بكره هتكون ما بين هانوفر ودورتموند ولا تشهد عوده رويس لبروسيا دورتموند. خلصنا مع حضراتكم اهم الاخبار اللي موجوده في الصحف العالميه. واضح ان في اخبار عن الانتقالات، واضح ان في الميركاتو الايطالي شغال بقوه، ايضا مباراه اليوم في الكاس الانجليزيه او كاس الاتحاد الانجليزي ما بين مانشستر يونايتد وارسنال يعني هتاخد حيز كبير جدا من المشاهده وايضا من جمهور ارسنال اللي هيكون فيه اكيد هتافات معاديه لأليكسيس سانشيز اللاعب السابق من نادي برشلونه ونادي ارسنال ومانشستر يونايتد الحالي. نروح معاكم بقى لجداول الترتيب ونفكر حضراتكم بالجداول والمراكز وكمان المباريات القادمه في الدوريات العالميه سواء الانجليزي او الاسباني او الايطالي. هنبدا معاكم بالدوري الانجليزي ونروح معاكم لليفربول صاحب المركز الاول 60 نقطه، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني 56 نقطه، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الثالث ب 51 نقطه، وتشيلسي في المركز الرابع ب 47 نقطه، اما ارسنال في المركز الخامس 44 نقطه، يتساوى معاه كمان بالمناسبه فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس ب 44 نقطه. نروح للدوري الاسباني، برشلونة في المركز الأول 46 نقطة، أتلتيكو مدريد في المركز الثاني 41 نقطة، وريال مدريد في المركز الثالث ب 36 نقطة، أما أشبيلية في المركز الرابع ب 33 نقطة، وديبورتيفو ألافيش في المركز الخامس ب 32 نقطة. الدوري الإيطالي المحسوم من وجهة نظري لليوفنتوس الإيطالي صاحب المركز الأول 56 نقطة، نابولي في المركز الثاني 47 نقطة، انتر ميلان في المركز الثالث 40 نقطة، وميلان في المركز الرابع 43 نقطة، وروما في المركز الخامس في ب 33 نقطة. ودول يمكن ابرز الجداول
اللي طبعا حضراتكم شايفينها ومتابعينها في الدوريات العالمية. طبعا الدوري الإنجليزي عارفين ان يعني القمة لم تحسم بعد، وفي صراع قوي جدا ما بين ليفربول ومانشستر سيتي، واحنا اكيد نتمناها لفريق ليفربول. لكن زي ما قلت لحضراتكم ان بكرة وبعده مش هيكون في دوريات او مش هيكون في لقاءات في الدوري الإنجليزي، علشان كده هنعرض لحضراتكم المواعيد القادمة في الدوري الإنجليزي اللي ان شاء الله هتكون يوم الثلاث والاربع. هنبدأ مع حضراتكم يوم الثلاث ان شاء الله يوم 29 يناير الساعة 10 الى ربع بتوقيت القاهرة، كل اللقاءات 10 الى ربع و10. أرسنال وكارديف سيتي، فولهام وبرايتون، وولفرهامبتون وويستهام يونايتد، وهادرسفيلد تاون وإيفرتون، ومانشستر يونايتد وبرنلي، ونيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي. ده بالنسبة ليوم الثلاث 29 يناير، اول اربع لقاءات 10 الى ربع بتوقيت القاهرة، ولقاءين لقاء مانشستر يونايتد ولقاء مانشستر سيتي، واحد الساعة 10 والثاني ايضا الساعة 10. يوم الاربعاء 30 يناير هتكون اليوم الثاني من مواجهات الدوري الانجليزي الممتاز، وهنبدا بلقاء ساوثهامبتون وكريستال بالاس وبورنموث وتشيلسي وليفربول وليستر سيتي. ده هيكون يوم الاربعاء الساعة 10 بتوقيت القاهرة. واخيرا توتنهام هوتسبيرز وواتفورد ايضا الساعة 10 بتوقيت القاهرة. نروح للدوري الاسباني علشان نعرض مع حضراتكم الجولات القادمة اللي هتكون بكرة ان شاء الله يوم السبت 26 والحد 27. لكن هنبدأ معاكم بيوم السبت بكرة ومن بدري من الساعة 2 اشبيلية وليفانتي، بعديها الساعة 5 وربع اتلتيكو مدريد وختافي، 7 ونص ليجانيس وايبار، و10 الا ربع فالنسيا وفياريا. يوم الحد 27 يناير الساعة 1 بلد الوليد وسالتا فيجو، 5 وربع جيرونا وبرشلونة، هيكون طبعا اللقاء على ملعب جيرونا، و7 ونص اتلتيك بلباو وريال بيتيس. الساعة 7 ونص ايضا هيبقى في ريال سوسيداد وهويسكا، و10 الا ربع اسبانيول مع ريال مدريد. ويوم الاثنين اخر لقاءات الجوله الحاليه من الدوري الاسباني الساعه 10 ما بين ديبورتيفو الافيج ورايو فايكا. نروح للدوري الايطالي علشان نتابع مع حضراتكم اخر لقاءات الجولات القادمه من الدوري الايطالي اللي هتكون بكره ان شاء الله من الساعه 4 ساسولو كالياري، الساعه 7 سامبدوريا واودينيزي، الساعة 9 ونص ميلان مع نابولي في مباراة قوية جدا 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 على ملعب جيوتسيبي دي مياتزا، ملعب السان سيرو الخاص بنادي اس ميلان وانتر ميلان. يوم الحد 27 يناير 2019 كيفو فيرونا وفيورنتينا الساعة 1 ونص، اتلانتا امام روما الساعة 4، وبولونيا مع فروزينوني الساعة 4، وبارما ضد سبال الساعة 4، والساعة 7 تورينو في مباراة قوية جدا على ملعبه امام فريق انتر ميلان، ولقاء القمة الساعة 9 ونص لاتسيو على ملعب الأولمبيكو هيلاعب فريق يوفنتوس. ويوم الاثنين آخر مباراة ما بين إمبلي وجنوا. طيب خلصنا الدوريات العالمية، نروح بقى الكاس الأمم الآسيوية ونبدأ معاكم بلقاءات أمس ولقاءات دور الثمانية واللي كانت مهمة جدا جدا جدا. منتخب فيتنام بيتفوق أو بيخسر أمام المنتخب الياباني في تفوق واضح وصريح للمنتخب الياباني بعد ما تخطى المنتخب السعودي 1-0، يتفوق بنفس النتيجة على المنتخب الفيتنامي اللي قدر أنه يقصي المنتخب الأردني بركلات الترجيح 1-0 من ركلة جزاء. أيضا الصين بتخسر 3-0 أمام المنتخب الإيراني بثلاث أهداف مقابل لا شيء. واضح ان المنتخب الايراني منتخب قوي جدا وواضح انه عينه على كاس اسيا. المباراه اللي اتلعبت اليوم طبعا دي لقاءين هيظهروا قدام حضراتكم، لكن منهم المباراه الاولى اتلعبت وخلصت منذ عده دقائق، مباراه كوريا الجنوبيه وامام منتخب قطر. منتخب قطر بينجح بالفوز 1-0 علشان يصعد مع منتخبين، علشان يكونوا ثلاث منتخبات يصعدوا الى دور الاربعه. كمان منتخب الامارات مع منتخب استراليا الساعه 6، يعني بنتكلم بعد 35 دقيقه من دلوقتي علشان تكون اخر مباراه في دور
الثمانية علشان يتحدد مين هم الأربع فرق اللي هيلعبوا في دور الأربعة. ومن ثم طبعا نتمنى أن منتخب الإمارات يفوز على منتخب أستراليا علشان يكون موجود في قبل النهائي، والبطولة بتقام في ملعبه وسط جمهوره. وأيضا نتمنى أن منتخب الإمارات ينجح أن هو يفوز بالبطولة، تنظيم مشرف وتنظيم محترم، ومش حاجة غريبة على دولة الإمارات ولا على شعب الإمارات الكريم، ونتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة. طيب خلصنا مع حضراتكم الجداول والمباريات، وأيضا اتكلمنا على كأس الأمم الآسيوية. جه وقت أخبار الكرة العالمية، دايما بيكون معنا أخبار أو أبرز الأخبار اللي تمت خلال الأسبوع الماضي، وبنركز أيضا على أخبار الانتقالات. لو احنا بنتكلم على الانتقالات الشتوية، الأسبوع الماضي اتكلمنا وقلنا أن هيجوين خلاص انتقل إلى تشيلسي، موراتا على أعتاب الانضمام لأتلتيكو مدريد، ولسه كان الأسبوع ده معانا البرنس بواتينج بينتقل من ساسولو إلى برشلونة. لكن قبل ما نتكلم بقى في الأخبار، قرعة أمريكا الجنوبية أو كوبا أمريكا البرازيل وأمريكا 2019، اللي كله بيسأل ليه قطر وليه اليابان موجودين في البطولة، اثنين من قارة آسيا، إيه سبب وجودهم في البطولة؟ إن كل بطولة أو معظم بطولات أمريكا الجنوبية بيكون في دعاوى لمنتخبات مختلفة، فاتبعت دعوتين للمنتخب الياباني والمنتخب القطري اللي قبلوا الدعاوي، وبالتالي هيكونوا موجودين في البرازيل وأمريكا 2019، البطولة اللي هتكون مهمة جدا. قبل كده في 2007 على ما أتذكر كان في دعوة موجهة لمصر، لكن الاتحاد المصري رفض المشاركة في البطولة بسبب بعض الارتباطات الدولية لدى المنتخب المصري. هنبدأ معاكم في جدول أو المجموعات اللي اتقسمت أو اللي تم سحبها في القرعة، واتقسمت لثلاث مجموعات زي ما حضراتكم شايفين. المجموعة الأولى البرازيل وبوليفيا وفنزويلا وبيرو، مجموعة ما فيش فيها أي لا قطر ولا اليابان، وبالتالي هي مجموعة لاتينية بحت. المجموعة الثانية المنتخب الأرجنتيني ومنتخب كولومبيا ومنتخب باراغواي والمنتخب القطري، مجموعة أكيد قوية. لكن المجموعة الثالثة هي الأقوى، وهي مجموعة الموت والمجموعة النارية، أورجواي والإكوادور واليابان وتشيلي، أربع فرق كلهم أقوى من بعض. كمان بنتكلم على الجانب الأسيوي وهو المنتخب الياباني، فالمنتخب الياباني زي ما حضراتكم شايفين متفوق ومتألق في كأس الأمم الآسيوية، وأيضا هيواجه متاعب وهيواجه يعني أكيد ثلاث فرق زي أورجواي والإكوادور وتشيلي في مجموعة صعبة جدا جدا جدا. لكن أعتقد الوجود أو هدف وجود المنتخب الياباني هو قبول الدعوة وأيضا المشاركة بالمنتخب الثاني، ده من وجهة نظري. لكن هي دي الثلاث مجموعات اللي طبعا تم سحبها صباح اليوم في قرعة أمريكا أو كوبا أمريكا البرازيل 2019. وزي ما حضراتكم تابعتم الثلاث مجموعات، البطولة هتكون من 14 يونيو وحتى 7 يوليو 2019. أعتقد ممكن تكون في نفس التوقيت اللي هتتلعب فيه كأس الأمم الأفريقية. تاني هقول لحضراتكم قطر ليه موجودين في كوبا أمريكا، إن اتحاد أمريكا اللاتينية بيرسل دعوات إلى بعض المنتخبات للمشاركة في البطولة، يعني الموضوع مش صدفة. كان في قبل كده دعوة وجهت لمنتخب مصر في 2007، لكن منتخب مصر رفض الدعوة ورفض المشاركة في بطولة قوية جدا جدا بسبب ارتباطات المنتخب الوطني بمباريات في الأجندة الدولية، عكس المنتخب القطري والمنتخب الياباني اللي شافوا ان الوقت اللي هيكون فيه البطولة هيكون وقت فاضي بالنسبة لهم في الأجندة الدولية، فليه ما يستفيدوش بوجودهم في بطولة قوية جدا هي بطولة كوبا أمريكا البرازيل 2019. طيب هنبدأ معكم بالأخبار سريعا، ونبدأ معكم بأول الأخبار. مدرب تشيلسي موريسيو ساري: هازارد لاعب حاسم لكنه ليس قائد. هازارد يرد على انتقادات ساري: لا يهمني ما قاله المدرب. الشرطة البريطانية تعلن إيقاف البحث عن طائرة سالة المفقودة، ده اللي احنا اتكلمنا عليه رسميا، خلاص تم التوقف لفريق البحث البريطاني في البحث عن لاعب سالة المنتقل من نونت إلى كارديف، وبالتالي
تم الإعلان رسميا عن طبعا اللاعب خلاص تم فقدانه، والطائرة كمان مش لاقين لها أي أثر، وبالتالي خلاص الشرطة البريطانية طبعا أعلنت أن هي توقفت، وبالتالي خبر حزين جدا لكل جمهور كرة القدم بشكل عام، وده الوجه الحزين لكرة القدم زي ما بنشوف الوجه السعيد، الوجه اللي كله فيه سعادة وبهجة وفرح بلقاءات كرة القدم وأيضا بالاحتفال بالأهداف، ده الوجه الحزين والآخر لكرة القدم، وهو لما لاعب يتوفى أو لاعب يتم فقدانه بشكل بشع زي ما حضراتكم شايفينه. رحلة طائرة ما بين فرنسا لإنجلترا علشان يودع زمايله، وبالتالي نفتقد لاعب أكيد كلنا أثر فينا بشكل كبير. هنروح لفاصل سريع وبعديها نرجع نكمل باقي الأخبار مع وورلد سبورتس، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مكملين الاخبار الخاصه بالكره العالميه، وقبل الفاصل اتكلمنا على سالا وفرق البحث، ان خلاص الشرطه البريطانيه بتعلن ايقاف البحث عن سالا او طائره سالا المفقوده، وده بعد ما تم البحث في كل الاماكن المتوقع فيها وجود اي اثر للطائره. لكن عايز اشرح لحضراتكم فكره الطائره، الطائره اللي قدام حضراتكم هي الطائره مروحيه، في فرق ما بين الطائره المروحيه والطائرة الخاصة اللي زي ما حضراتكم كلنا بنشوفها اللي بيكون فيها محركات، دي طائرة سالا المروحية اللي انطلق بيها من انجلترا لفرنسا علشان يودع زمايله في نادي نونت، وبعديها تم قطع الاتصال ما بين قائد الطائرة وأبراج المراقبة، وبالتالي الشرطة البريطانية دورت في حوالي 48 ألف متر مربع، ويعني ما فيش أمل تماما للوصول لأي شيء يقول ان في امل ان ممكن سالا يكون موجود. ميسي علق على الخبر وقال ما دام هناك امل لا توقف البحث عن طائره سالا. نادي كارديف يكرم مهاجمه المفقود في مباراه ارسنال اللي هتكون في الدوري الثلاث القادم. وبعد ايقاف عمليات البحث يعني اكيد امر طبيعي ان عائله سالا تستاجر قوارب خاصه للعثور عليه. طيب هنكمل الأخبار، لكن معنا مداخلة مهمة جدا جدا من مدينة ليفربول مع واحد من الصحفيين اللي في موقع جول العالمي وفي مدينة ليفربول علشان نتكلم معاه عن أخبار نجمنا المصري محمد صلاح، وهو مستر نيل جونز. مستر نيل، how are you and welcome on the الأهلي channel. Thanks for having me. How are you? You okay? Yes, everything is good. Thank you so much. Of course, we will talk about Mo Salah. He's the Egyptian king, we all of know, and he's the best star now at the moment in Liverpool. So at the beginning, I want to ask you about the performance of Mo Salah this season. How do you see it? Well, it's been pretty impressive. I mean, he's already the Premier League leading goal scorer once more, and he looks very well placed to retain his golden boot. He's got his team, obviously, at the top of the Premier League. He's had a change of position a little bit. He played last season more sort of from the right of Liverpool's attack. This season, he's been a lot more central, playing as almost a main striker. Mm. But it doesn't seem to have had too much of an effect on his performances. He's still the main man who carries all the hopes. He scores so many important goals. You think of the goals against Napoli to get Liverpool through in the Champions League, for example. You think of recent goals against the likes of Brighton, Crystal Palace in the last game. He's just remarkably consistent, and he's been that way ever since he walked through the door at Anfield. Okay, I will translate to the audience, and I'll be back to you with the second question. سألته في البداية طبعا على محمد صلاح الملك المصري ومن افضل اللاعبين الموجودين في ليفربول، ازاي شايف مستوى الموسم الحالي؟ قال لي محمد صلاح واهميته في فريق ليفربول الموسم الحالي، اهميه محمد صلاح والدور اللي بيأديه سواء على اطراف الملعب او في قلب الهجوم كمان. قال لي محمد صلاح واحد من اللعيبه اللي بيحرزوا اهداف مهمه جدا وبيكون سبب من الاسباب في فوز ليفربول سواء في مباراه نابولي في الكاس او في الدوري في اخر مباراه امام كريستال بالاس لما نجح انه يكون الهدف. Mr. Neil, do you expect that Mohamed Salah will be the top scorer of the English Premier League this season, or Aubameyang maybe he will score more goals? Well,
Yeah, I think he's in a very good position. I mean, in particular, yes. Given the fact that probably the main contender for that crown, Harry Kane, is out now for another month or so. So there is a chance for Mohamed to extend his lead at the top of the charts. He's also a player that he just has this appetite for scoring goals. And you look at the type of goals he scores. He obviously is capable of spectacular, but so many of his goals are scored in classic striker positions where he's appearing just in front of the goal, or he's taking penalties, or he's scoring, you know, at the back post from crosses. So he's such an he's such a prolific player, and he has this real desire to be the main man, to be the goal scorer for Liverpool, as I'm sure you guys have seen when he plays for the national team in Egypt. You know, he really does thrive on that responsibility. And I think that stands him in good stead and stands Liverpool in good stead. And like I say, with Kane on the sidelines until March, there's a big chance for him to really make that golden duke his own. Yes, yes. سألته طبعا على فرص محمد صلاح في الفوز بهداف الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي. أي فرص محمد صلاح؟ وقال شايف أنه ممكن أوباميانج يتخطى محمد صلاح. قال لي محمد صلاح في موقع جيد جدا دلوقتي، 16 هدف بيتفوق على أوباميانج وهاري كين بفارق هدفين، كل واحد منهم عنده 14 هدف. قال لي محمد صلاح مركز كويس جدا أنه يحصل على اللقب للمرة الثانية، وكمان عنده فرصة كبيرة مع زمايله الحاليين اللي موجودين في ليفربول أنه يحقق الهدف. ودايما بيقول لي محمد صلاح، قال لي كلمة مهمة جدا، قال لي محمد صلاح عنده الرغبة والشعور الجيد والرغبة الحقيقية في تحقيق أهدافه وتحقيق ذاته. مسونيل، at the beginning of the season, all the English fans and all the English journalists said that Mohamed Salah is one season wonder. What do you say about this? Sorry, could you repeat that question? Sorry. All the English fans and English supporters and the English reporters and journalists said that Mohamed Salah or Mo Salah is the one season wonder player. And they judge him at the beginning of the season, and now everything changed. I want to hear from you. Yeah, absolutely. Well, I think it was a very unfair suggestion anyway, given the fact that Mohamed Salah has already proven himself in Serie A with Roma. He's already had two pretty productive seasons in Italy before he came to Liverpool. So the idea that he was a one-season wonder was incorrect. Yes. Just factually, anyway. I think there was an acceptance among Liverpool supporters and probably among Jurgen Klopp as well and his teammates that it would be difficult for Salah to score as many goals as he did last season. I mean, yes. 44 in all competitions is a remarkable tally. But he's already on 19, which until he arrived last season, no Liverpool player under Jurgen Klopp had scored more than 14 in a season, in an entire season. And here we are in January. And Mohamed Salah's already on 19. So that shows you the level that he's sort of brought Liverpool's goal-scoring capabilities up. I think it's pretty clear from the way that he plays, from the goals he scores, and the impact he has on the team that he's not a one-season wonder. He's a top-level player. He's here to stay. سألته يعني حكم محمد صلاح من الصحافة الإنجليزية والجمهور الإنجليزي بعد الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي، أن محمد صلاح ما تألقش في البداية زي الموسم الماضي وبالتالي حكموا عليه أنه لاعب الموسم الواحد. تعليقك إيه؟ قال لي محمد صلاح مش لاعب موسم واحد، الموسم الماضي تألق، الموسم الحالي هو هداف الدوري الإنجليزي بيتألق مع ليفربول بيحرز أهداف، لكن الأمر أو الوضع اللي موجود في محمد صلاح أكيد بيصعب من عليه المهمة غير الموسم الماضي. الموسم الماضي هو ما كانش معروف بالنسبة للمنافسين زي الموسم الحالي، وبالتالي محمد صلاح بيرد على كل المنافسين اللي بينتقدوه. Mr. Neil, I know that you are very close from Liverpool. And also, I want to know, me and the whole fans, they want to know about the strength of the relationship between Mo Salah and Lovren. All right, okay, yes. the greatest friendship in football at the moment, I think, isn't it? They're obviously very close. They've great social media interaction, as we've seen, and obviously they spend a lot of time in each other's company. If you visit Melwood, the training ground, you will always see them two together laughing and joking, and you see them on, you know, when they're arriving for games and when they're leaving through the mixed zone in games at Anfield, they're always side by side.
And it's good, isn't it? It's good. I mean, it can't be a bad thing to have a good relationship with a teammate like that. I know, obviously, Mohamed's also got a good relationship with people like Sadio Mane. Yes. As well, who you know, he shares a good relationship on and off the field. But yeah, Dejan Lovren seems to be his. Mr. Neil, all the people, they are seeing a better relationship between Mane and Mohamed Salah inside the field. Is it correct, or just the desire of scoring goals make them a little bit selfish on scoring? Any opportunity of them or any chance for Mane and Salah, they prefer the first option to score, then to pass. Everyone in Egypt here, they say that Mane is not good friend of Mohamed Salah because of this reason. Yeah, I mean, I think people do read too much into that kind of thing. Yes. I mean, they're both excellent players who want to influence the game, want to score goals. I mean, if you look at, for example, recently against Arsenal, Mohamed Salah allowed Roberto Firmino to take a penalty. Yes, that's true. Patrick, and this is someone with a desire to score goals himself. So I think the idea that Mohamed Salah or Sadio Mane would not be thinking of the team first is probably a little bit unfair, and I'm sure they would dispute that. But I think it's just good for Liverpool to have two players like that who are both capable of scoring goals, being match winners. But I mean, I think you've seen this season already that they're pretty capable of assisting each other in goals as well. So I don't see it as a big issue personally. Yes. I know that the two players get on very well away from the field. طيب هلخص لحضراتكم السؤالين اللي سألتهم لنيل جونز في بعض. أول سؤال سألته بما أنك قريب من فريق ليفربول، عايز أعرف مدى العلاقة القوية اللي ما بين محمد صلاح ولوفرين. قال لي طبعا محمد صلاح تربطه علاقة قوية جدا بلوفرين داخل وخارج الملعب، على السوشيال ميديا، في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا كمان بره الملعب بيقضوا معظم الأوقات مع بعض، وده منذ بداية فريق أو منذ قدوم محمد صلاح لفريق ليفربول. أيضا كمان قال لي محمد صلاح مش بس قريب للوفرين، ده قريب لساديو ماني. وانا قطعته وقلت معظم الجمهور المصري شايف ان في عداوه ما بين ماني ومحمد صلاح بسبب ان احراز محمد صلاح الاهداف والغيره اللي موجوده ما بين ماني ومحمد صلاح. قال لي ده غلط تماما، محمد صلاح وماني اصدقاء جدا. وكمان لو بنتكلم على الاحراز الاهداف والاولويه والانانيه اللي احنا بنشوفها، وممكن حد من جمهور الكره يفتكر ان دي موجوده في عالم كره القدم، قال لي ان محمد صلاح ساب ركله جزاء في الوقت اللي كان بينافس فيه على لقب الهداف، وفضل ان فيرمينيو يجيب الهدف الثالث ليه والهاتريك في مباراه من احد المباريات. Mr. Neil, after this season, do you think that Mohamed Salah or Mo Salah will continue with Liverpool, or he can transfer to Spain, maybe for an example to Barcelona or Real Madrid? My personal opinion is I think Mohamed Salah will stay at Liverpool beyond this season. Obviously, there's so much to play for between now and May that, you know, that Liverpool are looking to win the league title. They're obviously still in the Champions League. There is a chance for an incredibly successful season for Liverpool. And if they were to achieve, let's say, everything, then maybe there would be a change, you know, a thought in the player's head. But I think given that he signed a new contract earlier this season, I think he's very appreciative of the platform that Liverpool have given him to go on a level, even from his Roma days, where he was a good player. Now he's become a real top European world player. He's got a profile to match that now. I think there is an appreciation from Mohamed Salah and his camp that Liverpool have been good for him, and that also Liverpool give him the possibility to win these major tournaments. It's not just that he's scoring goals, he's also now competing for big trophies, the Champions League. Obviously, it obviously ended in disappointment last season, in particular for Salah, but it was still a chance for him to reach a Champions League final. He's still got another one of those to come. He's got a chance to win the Premier League as well. So I think, for me, I think there will be at least another season after this, and hopefully more, because English football loves to see players like Mohamed Salah playing in it, and I hope he stays on Merseyside for me to write about for many years to come. At the end, if Mo Salah receives an offer from Spain, from Real Madrid, for an example, do you think that Liverpool, if they find it with a good amount of money to them, for an example, 200 million euros, do you think that Liverpool will let Mo Salah leave to Real Madrid, or they will
they will let him and keep him with the team to make more stability and more with the coming players next season and with Jurgen Klopp's system inside Liverpool? Well, the starters, I think you'd have to be looking at a much higher price than €200 million given the money that other players will be going for. I think you're looking at Mohamed Salah as being Liverpool's biggest asset. So would €200 million incredibly, would that be enough? Probably not. But Liverpool showed, and Jurgen Klopp showed with Felipe Coutinho, that if they feel that the player, it will become a problem to keep him when he doesn't want to stay, then they are willing to look for alternative solutions. So far, Salah has shown no problem that, you know, no desire to leave Liverpool. Of course, that can change when an offer arrives, but until that arrives, it's impossible to say. And also, you have to ask, you know, are Real Madrid in a position where they're going to go and spend £250 million, £300 million on a single player when they have so many other problems at their club to sort out? They have a defence to fix, they have a midfield to fix, they have an attack to fix. It's a lot of uncertainties around that. But for now, I think you can safely say that Mohamed Salah is happy. He's enjoying his football, and he's very settled at Liverpool and in England. Mr. Neil Jones, thank you so much for being with us on Al Ahly Channel. ده كان تليفون من نيل جونز صحفي بموقع جول العالمي وفي مدينة ليفربول. آخر سؤال سألته آخر الموسم، هل تتوقع انتقال محمد صلاح خارج فريق ليفربول؟ قال لي محمد صلاح في الوقت الحالي هو سعيد، وأن بيتم تأدير محمد صلاح ماديا ومعنويا بشكل جيد جدا. قلت له طب لو جه 200 مليون يورو لمحمد صلاح من فريق زي ريال مدريد على سبيل المثال، ممكن من فريق ليفربول يسيبه؟ قال لي 200 مليون بالنسبه لليفربول ممكن ما يكونش مبلغ كافي، لكن لو عمل زي كوتينيو، والامر ده اكيد محمد صلاح مش هيعمله، انه يعلن على العصيان على فريق ليفربول، ممكن ليفربول يسيبه، لكن محمد صلاح قال لي في الاخر ما عندوش اي نيه للرحيل عن فريق ليفربول. هنكمل الأخبار العالمية ونبدأ معاكم بأخبار لاعبينا المحترفين، ونبدأ بمحمد صلاح. محمد صلاح يعيد فتح حساباته على السوشيال ميديا، وده بعد ما اختفى بثلاث أيام. إيه اللي حصل وليه محمد صلاح اختفى عن السوشيال ميديا؟ دي كانت حملة دعائية لأحد المنتجات أو الشركات الكبرى في التوصيل او عمليات الشحن، وبالتالي محمد صلاح كانوا عايزين يوصلوا رساله ان اللي عايز يوصل لمحمد صلاح بعد اغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لازم يتواصل معانا ويبعت له رسالته بنفسه. محمد صلاح يتفوق تهديفيا على 5 انديه في دوريات اوروبا الكبرى، وايضا ويست بروميتش يحتفل بعيد ميلاد احمد حجازي، واللي احنا كمان بنقول له من خلال قناه النادي الاهلي وبرنامج وورلد سبورتس كل سنه وانت طيب يا احمد، ان شاء الله الموسم اللي جاي تكون في الدوري الانجليزي الممتاز او النادي الاهلي. تريزيجيه يشارك في تاهل ماراثوني لقاسم باشا لربع تركيا. تريزيجيه بسم الله ما شاء الله بيتالق مباراه تلو الاخرى. وباوك اليوناني يعلن رحيل عمرو وردة إلى أتروميتوس رسميا. كنا قلنا الأسبوع الماضي إن في بعض المفاوضات مع عمرو وردة لرحيل عن باوك أو استبدال نادي باوك بعمرو وردة بلاعب آخر، لكن اللاعب بيعلن رسميا إنه أنهى الموسم مع فريق باوك علشان ينتقل مع أتروميتوس اليوناني. تعالوا نشوف بقى فيديو استقبال عمرو وردة في فريقه السابق أتروميتوس، وكلم ووجه كلمة للموقع الرسمي ولجمهور اليونان، ونرجع نكمل مع حضراتكم. I'm very happy that I turn to this team. This team helped me last year to be the MVP of the Super League. I was best player in the Super League because they helped me, all the team, all the people work here, all Atromitus, from the president till the last small player. I came here to help the team and to make something good this year, better than last year, to go to the qualification of Champions League. And I play in the World Cup from this team, and now I have Copa Africa in June.
I wish to be like last year and I will play Copa Africa when I will be in Atromitos. So I wish to continue in good way with the team together like family and I am here to help everyone and everyone will help me. And عمرو وردة سعيد بقدومه مرة أخرى إلى نادي أترامتس اليوناني وبيتمنى كل التوفيق لي ولزمايله وللفريق في الفترة القادمة. أخيرا كريم حافظ يودع كأس تركيا مع فريق بشكشير التركي. كريم حافظ المنتقل من الدوري الفرنسي إلى الدوري التركي للأسف بيفشل أنه يحافظ على فرص حظوظه مع فريقه في البقاء في كأس تركيا. خلصنا مع حضراتكم فقرات الأخبار العالمية وأخبار محترفين المصريين وتكلمنا في مداخلة مهمة جدا مع نيل جونز على محمد صلاح. جه الفقرة أو الوقت اللي حضراتكم يعني بيكون مفضل ليكم وبتحبوه جدا وبتستمتعوا بفقرة الفيديوهات المنوعة بشكل عام في كرة القدم أو خارج المستطيل الأخضر. لكن كرة القدم طبعا هي مجرد أكثر من مجرد لعبة. كرة القدم مش بس داخل الملعب، لا دي كمان خارج الملعب في التعامل مع الجماهير ولعيبة كرة القدم أو تعامل لعيبة كرة القدم مع الجماهير والعلاقات الإنسانية الطيبة ما بين الجانبين. أكيد دي لقطات مهمة جدا ومؤثرة جدا جدا جدا. علشان كده جمعنا لحضراتكم فيديو بيتكلم على لعبة كرة القدم إنها أكثر من مجرد لعبة. تعالوا نشوف ونتابع ونرجع نكمل مع حضراتكم. طيب كلنا اكيد فاكرين الحلقه اللي فاتت كان معانا فيديو لاصغر لاعبه كره قدم في العالم وهي جابرييلا، واحده من اكتر المواهب اللي هتكون ليها مستقبل كبير جدا في كره القدم النسائيه وهي كمان بتتفوق على الاطفال الولاد في عمرها. وبالتالي جبنا لحضراتكم الجزء الثاني، بصراحه هو ممتع جدا جدا جدا. وبالتالي جابرييلا واضح ان هي هتكون معانا لحلقات وحلقات علشان كل اسبوع بيكون ليه فيديوهات جديده ليها بتتكلم على مهاراتها سواء في الكنترول على الكوره او سواء في التصويب او في اي حاجه ليها علاقه بكره القدم. تعالوا نشوف الجزء الثاني من مهارات الطفله جابرييلا المعجزه ونرجع نكمل مع حضراتكم. الأسبوع اللي فات ده كله كان فيه صور لرونالدو مع خطيبته جورجينا وكان كله بيسأل رونالدو كان فين أو إيه سر السعادة اللي كان على وش رونالدو. هل رونالدو كان في عرض أزياء ولا رونالدو كان معزوم على حفلة ولا رونالدو كان فين؟ عايز أقول لحضراتكم إن رونالدو كان داخل المحكمة، المحكمة اللي كان رفع عليه قضية أو كان في حكم عليه موجه من قبل الحكومة الأسبانية بالتهرب الضريبي بقيمة 19 مليون يورو. تخيلوا حضراتكم واحد وهو رايح المحكمة وعارف إن عليه حكم 23 شهر بالسجن ودي العقوبة اللي بيتم إيقاف تنفيذها وبيكتفي فقط الجانب الآخر اللي هو رونالدو بيدفع الغرامة اللي بتكون موجهة ضده. الغرامة كانت 19 مليون يورو. فتخيلوا حضراتكم ده كان منظر رونالدو لما كان متجه إلى المحكمة ومتشيك وواخد خطيبته معاه وفي الطريق إلى المحكمة علشان يسمع خبر إن هو هيدفع 19 مليون يورو. كان سعيد جدا ولا كان عنده أي مشاكل ولا كان فيه بالنسبة له أي أزمات. القضية دي معاه فيها مورينيو ومعاه فيها أكتر من لاعب بيتوجه لهم نفس التهم. لكن رونالدو كان رد فعله إيه وإزاي راح المحكمة اللي مفروض يعني إن هي كان في حكم ضده؟ فالموضع يعني الوضع كان غريب جدا 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 وكان في بهجه وسرور اللي هو رونالدو بيتكلم وبيقول للاعلام انا مش فارق معايا. تعالوا نشوف رونالدو في المحكمه كان ايه رد فعله ونرجع نكمل مع حضراتكم. ده كان رونالدو زي ما بقول لحضراتكم، يعني اللي يتفرج على الفيديو ما يعرفش هو ايه هيقول اكيد رونالدو رايح عرض ازياء مش رايح محكمه. لكن في الوقت اللي كنا بنتكلم فيه على ساله وعلى اللعيب اللي تم فقدانه في الاسبوع الماضي واللي انتقل من نونت لكارديف مقابل 17 مليون يورو ورجع من كارديف من انجلترا علشان يودع زمايله في طياره برايفت، حصل له بعض يعني الظروف اكيد والقدر اللي شاء ليها ان هو يعني يتوفى او الطائره تسقط وبالتالي خلاص الناس كلها توقفت عن البحث عن طائره سالا المفقوده. وبالتالي جمهور نانت الفرنسي منذ يعني اعلان الخبر الاول ان الطائره تم فقدانها او خلاص فرق البحث توقفت رسميا عن البحث عن الطائره وعن اي شيء ليه علاقه بالطائره، جمهور نانت كان موجود في الشارع من الصبح لحد بالليل في ايام متفرقه علشان
يقدم واجب العزاء وعلشان يقدم كمان كل شيء بيدل على حزن الجمهور الفرنسي في فقدان اللاعب. مش بس جمهور فرنسا، ده كل جمهور العالم كان حزين جدا جدا على الحادثة البشعة اللي تمت أو ليها علاقة بكرة القدم. تعالوا نشوف إزاي جمهور نانت تعامل مع موقف صالة بعد الإعلان عن توقف فريق البحث عن طائرة صالة المفقودة. طيب يعني مانشستر يونايتد كان معزوم في الأسبوع الماضي على حفلة لمؤسسة يونيسيف العالمية، وكان كل لعيبة مانشستر بصراحة موجودين، لكن الغريبة هي فقرة الساحر اللي كانت موجودة أثناء إقامة الحفل واللي اتعرض ليها لينجرد. وطبعا لينجرد هو الصديق الصدوق لفول فوجبا اللي صوره من تليفونه الشخصي وفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة هو انستجرام. لينجرد كان موقف مع الساحر، وكان موضوع بصراحة كان يعني كله كان مستغرب، لكن الساحر كان شاطر جدا جدا وقدر يقنع لينجرد بالسحر اللي هو عمله. ايه هو السحر بقى اللي لينجرد اتعمل فيه؟ تعالوا نشوف المقلب ونرجع نكمل مع حضراتكم. برينس بواتينج هو اللاعب الاحدث في صفوف برشلونه، واللي انتقل ليه مؤخرا من 3-4 ايام وشارك مع نادي برشلونه في مباراه اشبيليه في كاس ملك اسبانيا. برينس بواتينج هو اللاعب السابق لهيرتا برلين، الفريق الثاني موسم 2004 لموسم 2007، وهيرتا برلين الفريق الاول لموسم 2005-2007، وفريق توتنهام في موسم 2007-2009، وانتقل بعديها لبروسيا دورتموند عن طريق الإعارة لمدة موسم واحد، علشان ينتقل بعديها لبورتسموث الإنجليزي في الدوري الإنجليزي في موسم 2009-2010. أيضا انتقل بعديها لإسي ميلان من موسم 2010-2013، وعمل معهم مواسم يعني تألق فيها جدا جدا ولفت الأنظار. انتقل بعديها لشالكا لمدة موسمين علشان يرجع تاني لنادي إسي ميلان في موسم 2016، يسيب الكرة الإيطالية ويروح على إسبانيا مع نادي لاس بالماس في موسم 2016-2017، وأيضا ينتقل مجددا إلى الدوري الألماني لنادي فرانكفورت في موسم 2017-2018، وأخيرا ساسولو اللي من خلاله بينتقل لنادي برشلونة على سبيل الإعارة مع بند الشراء آخر الموسم إذا حب برشلونة في تفعيل بند الشراء. تعالوا نشوف برشلونة والتعاقد مع برينس بواتينج وتقديم اللاعب للجمهور، ونرجع نكمل مع حضراتكم. نيمار وداني ألفيس طبعا الثنائي المجنون في فريق باريس سان جيرمان، ودايما اي ناس من البرازيل او اي لعيب كره من البرازيل دايما بيلفتوا الانظار. نيمار من اللعيبه اللي عندها فولورز او متابعين على السوشيال ميديا، وخصوصا على الانستجرام يتخطى ال 100 مليون متابع، وفي نفس الوقت هم ساعات كده بيبقوا زهقانين ومفتقدين جو البرازيل والشمس اللي موجوده في البرازيل، لكن الجو في فرنسا صعب جدا والظروف الطقسيه فيها تلج بقى ورعد ومطر فيها كل حاجه نيمار ما كانش بيشوفها لا في البرازيل ولا في اسبانيا. علشان كده نيمار وداني ألفيز والثنائي الخطير في يوميات لعيب باريس سان جيرمان في الطقس السيء جدا في فرنسا وقبل ما يتمرنوا. تخيلوا حضراتكم ان التدريب بيكون والملعب مغطى تماما بالتلج، لكن كان في تصرف غريب جدا من داني ألفيز. ايه هو وعمل ايه؟ تعالوا نشوف. ده كان تصرف داني ألفيز الغريب جدا، ومش حاجه غريبه على داني ألفيز، احنا دايما متعودين عليه انه مش طبيعي، بيعمل تصرفات خارج الصندوق او خارج حدود كره القدم. وزي ما حضراتكم شايفين الجو تلج وكلنا متدفيين هنا، كله اللي قاعد تحت البطانيه واللي قاعد في الدفايه، وده بيتزحلق في التلج ما عندوش اي مشكله. طبعا كلنا عارفين البنت الجزائريه او العربيه اللي اسمها ليسا اللي موجوده في فرنسا دلوقتي وبقت حديث العالم كله، ومهاراتها الفرديه ومهاراتها في مهاره محدده ومعينه، وكل لعيبه الكوره عارفه ان لو لاعب اخذ كوبري ده هتبقى حاجه كبيره قوي، وازاي اللاعب ياخد كوبري، ونفضل بقى نتريق ونتكلم ونقول ازاي اخذ الكوبري ده وازاي دخل فيه وازاي بقى نفضل نتريق عليه ونهزر. لكن تخيلوا حضراتكم لو الموقف ده حصل مع بنت، لو بنت بتلاعب ولد واحد على واحد وكوره ما بينهم الاثنين ونجحت ان هي تدخل فيه كوبري، تخيلوا بقى حضراتكم ايه رد فعل الناس اللي موجوده حواليه. ليسا بالحاله اللي عملتها في اوروبا
كان ليها بعض الفيديوهات اللي جمعناها كلها لحضراتكم علشان كمان مش بس مع جمهور كرة القدم ده، كمان مع لعيبة ليها أساميها سواء في حملات دعائية لمنتجات كرة القدم أو في واحد على واحد ده كده بس، يعني إن هما بيقولوا له هنجيب لك ليسا عشان تشوف هتعمل إيه قدامها. تعالوا نشوف ليسا إزاي نجحت في يعني إن هي أي حد هيقابلها هتديله كوبري مش هيكون عندها أي مشاكل خالص. تعالوا نشوف ليسا ونرجع نكمل مع بعض. نادي الأهلي دايما معودنا إنه يتكرم في أي مكان بيكون موجود فيه. نادي الأهلي بيحصل على لقب أفضل نادي في 2018 ده من قبل حزب الوفد. علشان كده هنروح سريعا للصديق والزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي ومعلق القناة اللي موجود حاليا في الحفل علشان يقول لنا ويطلعنا على آخر الأخبار اللي موجودة ولقب النادي الأهلي بأفضل نادي في 2018. فاروق برحب بيك. تحياتي ليك يا كابتن عمر ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا بقى وقول لنا ايه الاجواء والاحداث اللي عندك في الحفل. الحفل حفل ثانوي بيقيمه حزب الوفد لتكريم الافضل على الساحه الرياضيه خلال عام 2018. بدا الحفل بكلمه القاها المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس حزب الوفد، بدأها بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن وشهداء الشرطة بمناسبة الاحتفال ب 25 يناير، وتكريم ودي حداد للكابتن الراحل المعلق الكابتن محمد السباعي. ثم تولى التكريم بتكريم اختيار النادي الأهلي كأفضل نادي لعام 2018. اختيار ايضا وليد سليمان كافضل لاعب مصري لعام 2018، واختيار وليد ازارو لاعب النادي الاهلي ايضا كافضل لاعب محترف لعام 2018. تواجد شخصيات ولفيف من كبار الشخصيات الرياضيه من اعلاميين وصحفيين بحضور الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الكابتن احمد شوبير اللي تم تكريمه كافضل مقدم وافضل اعلامي مصري لعام 2018، ايضا حضور الاستاذ يعقوب السعدي وتم اختياره كافضل اعلامي عربي لعام 2018. تواجد عدد كبير من الصحفيين في جو رياضي يدعو للفخر واليوم رد الجميل او الوفاء للكثير من الرياضيين هذا اليوم يا كابتن عمر. يعني فاروق اكيد يعني حاجه مهمه جدا ان طبعا النادي الاهلي وجوده كافضل نادي، وايضا وليد سليمان ووليد ازارو، وان شاء الله اكيد هنتابع معاك. وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا على قناه النادي الاهلي، وزي ما قلت لحضراتكم دايما متعودين ان النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء سواء في مصر او في افريقيا والوطن العربي. بنبارك ل الكابتن وليد سليمان وبنبارك للكابتن وليد ازارو على اختيارهم سواء كافضل لاعب في مصر او افضل لاعب محترف. هنكمل معاكم باقي الاخبار، وطبعا دوري الهواه دايما بيكون في او باقي الفيديوهات اللي موجوده معانا والفقره المحببه لدى حضراتكم. دايما دوري الهواه بيكون فيه اهداف استثنائيه، اهداف بره الصندوق، اهداف من اجمل واحلى الاهداف اللي بنشوفها. تعالوا نشوف واحد من افضل الاهداف اللي تم تسجيلها في 2019 لكن في دوري الهواة. مهارات الاولاد الصغيرين دايما بتلفت النظر ودايما بتاخد العين، وكلنا بنقول مين ده او مين دول. علشان كده جمعنا لحضراتكم بعض المهارات من مهارات الاطفال الصغار اللي هيكون ليهم مستقبل كبير جدا 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 في كره القدم، سواء في دوري المحترفين في دوري الهواة، لكن مصيرهم في يوم من الايام هيبقوا نجوم. وبنفكر حضراتكم من دلوقتي تعالوا نشوف بعض المهارات الخاصة جدا من أطفال صغيرين، ونرجع نكمل معاكم باقي الفيديوهات وباقي الفقرات. طبعا زي ما شفنا وتابعنا دي كانت مهارات الأشبال الصغار اللي هيكون ليهم أكيد مستقبل كبير جدا في عالم كرة القدم. لكن واحدة من المهارات المهمة جدا دايما الفري ستايلر أو لاعبي كرة القدم بيكون ليهم مهارات مختلفة داخل الملعب. إزاي تسجل هدف عن طريق الكعب وانت خلف المرمى؟ نظريه صعبه جدا جدا جدا، لكن واحد من لاعبي كره القدم المميزين جدا في لعبه الفري ستايلر او موجودين في احد دوريات اللواء كسر القاعده وحقق اللي انا بقول لحضراتكم، احرز هدف بالكعب من زاويه او من مكان استثنائي، واعتقد ان معادله صعبه جدا جدا جدا.
اكيد حضراتكم مش متخيلين الهدف تم تسجيله ازاي، لكن تعالوا نشوف الهدف وازاي تم تسجيله، وهل ممكن حد فيكم يعرف يسجل هدف زي الطريقه اللي احنا هنشوفها ولا لا؟ تعالوا نشوف. الدوري التركي في الفريق الثاني لفريق فنربخشة تم تسجيل هدف على طريقه تيكي تاكا. تيكي تاكا هي طريقه تم نسخها في كل فرق اوروبا او كل فرق العالم، مش بس برشلونه اللي بدا بيها، لا ده برشلونه بدا بيها وكل الفرق ماشيه على الاتجاه الخاص بالتيكي تاكا والكره الجميله واحراز الاهداف من جمل تكتيكيه وتحركات رائعه للاعبي الفريق. في الدوري التركي وشباب فريق فنربخشة بيحرزوا هدف رائع جدا 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 عن طريق تيكي تاكا. تعالوا نشوف الهدف ونرجع نكمل معاك. من الدوري التركي للدوري الامريكي وهدف الامل اس، هدف رائع جدا وبيتم تسجيله بمهاره فرديه على اعلى مستوى. اعتقد ان حارس المرمى مش بس تزاول، ده ما كانش متوقع خالص ان اللاعب يسجل الهدف بالطريقه اللي حضراتكم هتشوفوها. تعالوا نشوف الهدف ونرجع نكمل معاكم. كلنا اكيد يعني بنشوف كره القدم، كلنا بنشوف حالات كره القدم مع الفار والحكام، وهي تقنيه صعبه جدا جدا جدا. لكن في الدوري المكسيكي يعني حدثت حالة غريبة جدا جدا جدا. الكرة دخلت وخرجت. أكاديمية لاماسيا في برشلونة، وهي واحدة من أكبر الأكاديميات اللي موجودة في العالم اللي بتخرج ناشئين، ويعني كل أسبوع بيكون معانا خمس أفضل أهداف في أسبوع لاماسيا في دوري ناشئين. خمس أهداف اللي احنا جبناها لحضراتكم دول، المفروض إن الخمس لعيبة اللي سجلوهم هم افضل خمس لعيبه في اكاديميه لاماسيا، واللي متوقعين ليهم مستقبل كبير جدا 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 ويمشوا على خطى ميسي وتشافي وانيستا. تعالوا نشوف اهداف لاماسيا ونرجع نكمل مع حضراتكم. قبل ما نختم مع حضراتكم بقى، كلنا تابعنا صفقه انتقال هيجوايين من اسي ميلان، اعاره اولا من فريق يوفنتوس لاسي ميلان اعاره، وبعديها رجع تاني ليوفنتوس علشان ينتقل الى تشيلسي على سبيل الاعاره في شهر يناير. لكن في الوقت اللي تعاقد فيه تشيلسي مع هيجوايين، كل جمهور انجلترا او كل جمهور تشيلسي طالب ايضا بالتعاقد مع المذيع الداخلي لنادي نابولي اللي كان ليه مفعول السحر والتألق لهيجوايين في الفتره اللي كان موجود فيها مع نادي نابولي وايضا مع موريسيو ساري. كله بيسأل مين هو المعلق الداخلي وكان ايه دوره المعلق الداخلي. تعالوا نشوف المذيع الداخلي ازاي كان بيشعل مدرجات نابولي بالهتاف على اسم هيجوايين، ونرجع نكمل مع حضراتكم. وصلنا مع حضراتكم لنهايه حلقه اليوم من وورلد سبورت. ان شاء الله نتمنى ان هي تكون عجبتكم. هنشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده يوم الجمعه القادم الساعة 5، استنونا في نفس الميعاد على قناة النادي الأهلي. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.